السلام عليكم حبايبي المتابعين. طبعا في هذا المقطع راح اعرفكم عن هذا المنتج. هذا المنتج جديد صراحة، وسبق ان نشرت عنه صورة. طبعا الجيد في هذا المنتج انه ممكن تستخدمه مع الدرل، هذا النوع العادي او هذا زين كومباكت درل زين. اوكي، سعره تقريبا في حدود 30 درهم اماراتي ابيكس، متوفر عند ابيكس. في هذه شو يسمونه، في هذه العلبه، مو بالعلبه هذه، هذا شو بعد، في هذه والله ما ادري. المهم في هذا الباكج، الباكج بالانجليزي اسهل صراحه. المنتج هذا فيه ثلاث قطع صراحه. القطعه الصغيره هذه مثل وهو مكتوب 2 انش عرضها 50 ملي هذه، وهذه مقوسة شوي تقريبا في حدود 85 ملي، يعني 3 انش 3.5 تقريبا. وهذه الكبيرة زين في حدود 100 ملي، يعني 4 انش زين. وتستخدمها للتنظيف صراحة زين. أكرم تعالي، طبعا راح ننظف، تنظفون فيها أي شيء صراحة، بس اليوم راح نعلم أكرم كيف ينظف الواير زين بيستخدم هذا المنتج زين. طبعا هذا تنظيف الرنجات. أوكي، لا ترش ماي، ما قلنا لك رش ماي، جيب هذا، جيب، لا ترش ماي يا مدير، لا ترش ماي، جيب هذا، خلي الماي، بطل هذا، بطل. ايوه انا بطلته طبعا، طلعه زين. طبعا تعفص شوي، ركب هنا يا مدير. شوف هذا الحلو فيه انه الراس متوفر، يعني هذا راح يركب فيه مباشرة زين. شوفوا مباشرة راح يركب فيه مباشرة زين. اما في هذا بعد راح يطلع بعد مباشرة، اما في هذا راح تحتاج انك بطل يا كرم زين، راح تحتاج انك تركبه. بطل بس، بعد بس خلاص زين، سكر الحين، سكر زين. راح تحتاج انك تركبه بهالشكل اللي يريحك انت زين، تبغي هذا ولا تبغي هذاك، لكن الافضل انا امانة يعني راح يكون مناسب طالما الحفر موجودة، راح يكون مناسب استخدام مباشرة هني زين. شوف راح يكون راكب زين بهالشكل. اوكي، يعني هو مناسب اصلا لهذه المعدات، تحطه على رقم واحد زين، وبعدين حتنظف فيه زين. اوكي زين، بس انتبه طبعا انك ما تضرب الرنج زين. شوفوا هذا بعد زين، نفس الطريقة راح يخدمك صراحة تنظيف. يلا سوي برش بس سيدة أكرم فوق. طبعا هذا راح يكون للخارج شمي. Yeah.
اوكي يلا نشوفكم على خير ان شاء الله. البروشات مدير نعم دي بروشات خليها بس. صلى